السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, I'm Dr. Imad Ibrahim. We will continue our lecture about RBC's disorder, and this is part 2. We already talked about causes of anemia, أسباب الأنيميا. قلنا either إنه acute blood loss, في blood loss, or في increase in destruction في RBC's, أو decrease في production. Today we will talk about a decrease في production. طيب في الديكريز اوف برودكشن عندنا الميجالوبلاستيك انيميا اللي هي ايزر انها تكون من البي 12 ديفيشنسي اللي هي بنسميها البرنيشس انيميا او الانيميا الخبيثه برنيشس انيميا, او تكون من الفوليك اسيد ديفيشنسي. يعني عندنا الميجالوبلاستيك انيميا بتكون ايزر من نقص البي 12 او الفوليك اسيد, ونقص البي 12 بتسبب لنا البرنيشس انيميا لانه عندها نيورولوجيكال مانيفيستيشن وهنشوفها, او يكون من الفوليك اسيد ديفيشنسي. طيب دي الميجالوبلاستيك انيميا بيحصل فيها ديكريز في البرودكشن. عندنا برضه الايون ديفيشنسي انيميا, الانيميا ديو تنقص الحديد, كويس, اللي هما الاثنين دول الانيميا ايون ديفيشنسي انيميا والميجالوبلاستيك انيميا بنسميهم نتريشنال انيميا, نتريشنال انيميا لانه بيكونوا ديو تو نتريشنال ديفيشنسي. عندنا ايون ديفيشنسي انيميا مع انه طبعا الميجالوبلاستيك انيميا بتعمل لنا ماكروسيتيك انيميا, الام سي في بيكون فيري هاي. الايون ديفيشنسي انيميا بتعمل لنا مايكروسيتيك انيميا, انيميا اوف كرونيك ديس اوردر برضه بتعمل لنا نورموسيتيك تو مايكروسيتيك انيميا. طيب عندنا بعد ذاك الابلاستيك انيميا, وعندنا البيور ريسل اي بليزيا, وعندنا اذر فورم اوف مارو فيلير. في الاخير كلهم بيجتمعوا خدناهم مع بعض ليه؟ لانهم كلهم كاركترايز باي ديكريز اوف برودكشن. وطبعا التست المناسب عشان نقدر نعرف انه في ديكريز اوف برودكشن هو شنو؟ هو انه نعمل ريتيك كاونت او ريتيكولوسايت كاونت. في حال زي دي شكيت انه في ديكريس في البرودكشن بتطلب ريتيكولوسايت كاونت او ريتيك كاونت. معروف انه البومرو اذا كان البرودكشن بتاعه ان اديكويت الريتيكولوسايت كاونت هتكون اقل هي نورمالي من 0.5 ل 2.5 في الرينج ده, من 0.5 من نص ل 2.5%, فهنلقاها شنو؟ منخفضه بلو النورمال رينج. طيب نبدا بالميجالوبلاستيك انيميا. الديفرينشيتين ميجالوبلاست اللي هي في البومبرو فورم ماكروسيتيك في البريفرال بلود. يعني عندنا الميجالوبلاستيك سموها ميجالوبلاستيك لانه البلاست ذاتها في البومبرو الخلايا الاماتور بتكون متضخمه, ميجالو ضخمه, فهي البريكيرسرز متضخمه شايفينها كلها متضخمه شديد, شايفين دي بريكيرسر متضخمه, وفي الاخير لما تنضج بتنتج لنا ار بي سيز برضه كبيره عندها هاي ام سي في اللي هو قلنا بكون اكثر من 95 ومرات بكون اكثر من 120 عديد. طيب المشكله شنو في الميجالوبلاستيك انيميا؟ انه في امبيرد دي ان اي سينثيسيس. نحن عارفين انه البي 12 والفوليك اسيد الاثنين مهمات في الدي ان اي سينثيسيس فور اور براكتيكال بيربوس اولسو كول ذا انيميا اوف بي 12 اند فوليك اسيد ديفيشنسي. الميجالوبلاستيك انيميا ذاتها زي ما قلنا بيسموها البي 12 ديفيشنسي انيميا اور فوليت ديفيشنسي انيميا. طيب very often البومر بكون حالته كيف؟ البومر بكون حالته هايبربلاستيك بومر, هايبربلاستيك هايبرسيلولر, يعني بنلقى فيه الهيموباتيك سيلز كثيره, لكن اكشوالي التصنيع از انيفكتيف, تصنيع الار بي سيز غير فعال, بتصنع وبكون التصنيع مشوه وبتكسر, فعشان كده بنلقى البومر شنو؟ هايبربلاستيك بومر. ففي الميجالوبلاستيك انيميا زي ما قلنا عندنا في البريفرال بلود يكون عندنا ماكروسايت اللي هو خلايا متضخمه, شايفين اللي عليها الاروز دي, عليها الاسهم دي, خلايا كبيره الام سي في بتاعها هاي, مرات بتكون ماكرو اوفل يعني هي ضخمه ومايله لانها شنو تكون بيضاويه, لكن عموما بتكون الام سي في فيري هاي. ولو لاحظنا في البومر بنلقى ميجالوبلاست او خلايا غير ناضجه متضخمه اللي هو بسموها ميجالوبلاست, والبومر يكون هايبر سيلولر لانه في حاجه اسمها ineffective erythrobiosis في التصنيع غير الفعال. هنا عندنا اسباب للبي 12 and folic acid deficiency اللي هو بيسبب لنا الميجالوبلاستيك انيميا زي شنو؟ عندنا decrease intake يعني يكون وإن أديكي ضيط decrease intake اللي هي فيها شنو؟
يكون زي ما قلنا الانتاج ناقص، ايزر انه ان اديكويت دايت زي الناس الفيجيتيريانز. طبعا البي 12 ما بتلاقي الا في المنتجات الحيوانيه، في الانيمال برودكت، الديري برودكت، الميت برودكت، اللحوم والالبان وكده، اللحوم اللحوم اكتر حاجه، يعني الليفر المنتجات الحيوانيه عموما. فاي فيجيتيريان ما حيكون عنده ديفينتلي، حيكون لو ما بياخد سبلمنت، لو بياخد مدعمات غذائيه بتاع بي 12 حيكون عنده بي 12 ديفيشنسي. برضو ممكن يكون النتيجه لشنو؟ لنتيجه لامبيرد في الابزورشن، يكون في مشكله في الابزورشن، الانتاج كويس لكن الابزورشن فيه مشكله. مثلا في حاله الانترنسك فاكتور ديفيشنسي، احنا عارفين انه البي 12 عشان يمتصها بيحتاج لانه تو بي بايند باي انترنسك فاكتور، يرتبط مع الانترنسك فاكتور. طبعا برضو في حاله البرنيشس انيميا، اللي هي برنيشس انيميا بيكون في انتي بودي اجينست الانترنسك فاكتور او اجينست البارايتال سيل اللي بتفرز شنو الانترنسك فاكتور. في حاله الجاستروكتومي، دول عملوا استئصال للمعده، ونحن عارفين انه المعده فيها البارايتال سيل اللي بتفرز شنو الانترنسك فاكتور، فما هيحصل امتصاص. او في حاله المال ابزورشن ستيت او مال ابزورشن سايندروم، الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في المال ابزورشن، ايزر لكرونيك بانكرياتايتس، البنكرياتيك سكريشنز كانت انسفيسنت فيها مشكله، او عنده اوبستراكتيف جونديس ما بيهضم الدهون كويس. فدي كلها المال ابزورشن دي ممكن تؤدي لشنو؟ ل بي 12 ان فوليك اسيد ديفيشنسي. الديفيوز انتستينال ديزيز زي ناس الليمفوما والسيستميك سكلوريز برضه ممكن تؤدي ل مكس في الامتصاص وتؤدي لنا ل ديفيشنسي. الالياك ريسكشن والالياتيس، لان احنا عارفين انه البي 12 الانترنسك فاكتور بيفرز من المعده وارتبط معاه، ولكن الامتصاص بيحصل في الاليوم تيرمينال الاليوم. لما يكون في التهاب في الاليوم او استأصل الاليوم الاليا ريسكشن يكون في مشكله في الامتصاص. او في كومبيتيتيف باراسيتيك ابتيك، يكون في باراسايت بيشيل لنا البي 12 مثلا زي شنو؟ فيش تاب وورم. عارفين الفيش تاب وورم من الديدان اللي ممكن تسحب البي 12 من الهيومن اذا اصابته، فبتكون بتسحب النيتريشنال بي 12 بتاعته. طيب بكتيريال اوفر جلوس ان بلايند لوب اند دايفرتيكولا اوف ذا باول، في ناس عندهم جيوب في الغولون اللي هي دايفرتيكولا، يكون عندهم جيوب والجيوب دي بتركن بكتيريا، والبكتيريا بيحصل فيها اوفر جلوس فبتسحب لنا الفيتامين. او ممكن النقص يكون نتيجه لانكريز في الريكويرمنت، يكون الغذاء نورمال، الحياه نورمال، لكن شنو في انكريز في ال في الريكويرمنت، زي في حاله شنو البريجنسي، في حاله الهايبر ثايرويديزم الناس بتحتاج للبي 12، في حاله برضه شنو الديسامينيتد كانسر، في حاله الرينال دياليسيز، دي كلها الناس بيحتاجوا للبي 12. يعني في الناس اللي بيكون عندهم هايبر ثايرويديزم، او في حاله البريجنسي، او في حاله الجرس عموما بيكون في زياده في حيويه البي 12 فممكن يحصل ديفيشنسي. طيب نشوف البي 12 فيسيولوجي، زي ما قلنا الاورال انتاك بعد ما انت اخذت الفيتامين بالاورال بيمشي بيرتبط مع الانترنسيك فاكتور اللي هو بيفرز من شنو؟ من الجاستريك من البريتال سيل، فبكون متوفر في الجاستريك ميكوزا فبيحصل ارتباط مع البي 12. طيب بعد ذاك بيمشي 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 بيحصل لها ابزورشن وين؟ في التيرمينال اليوم. طيب ديفيشنسي في اي واحد من الصايد دي ممكن نعمل لنا بالجلوبلاستيك انيميا، يعني ديفيشنسي في البريتال سيل اللي في المعده بتفرز الانترنسيك فاكتور هيعمل لنا مشكله، نقص في الانترنسيك فاكتور ذاته هيعمل مشكله، مش نقص في اماكن الامتصاص في التيرمينال اليوم هيعمل مشكله. طيب زي ما قلنا دايما في الميجالوبلاستيك انيميا الار بي سيز بتكون هاي، الام سي في بتاعها هاي، دايما بيكون اكتر من 95 او اكتر من 100، ومرات بيكون اكتر من 120. طيب لكن ما بكون اللارج الار بي سيز بس، يعني ممكن نلقى النيتروفيل بريكيرسر هاي كويس، يعني كده بنلقاه في البومرو، وبنلقى ايفن في البريفرال بلد بيلقى حاجه اسمها هايبر سيجمنتد نيتروفيل. يعني مجرد في تيبيكال بلوت بيكتشر دياجنوستيك للميجالوبلاستيك انيميا، انه انا القى صوره بتاعت بريفرال بلوت فيها ماكرو ار بي سيز كويس، ماكرو اوفل ك
كبيره وشويه بيضاويه، والقى هايبر سيجمنت نيتروفيل. يعني النيتروفيل عنده اكتر من 3 لوبس، دي دياجنوستيك للميجالوبلاستيك انيميا. في البومر بنلقى جاينت ميتا مايلوسايت، الميتا مايلوسايت واحده من البريكيرسر بتاعت النيتروفيل اللي بتحول لنا ل باند فورم بتدينا نيتروفيل. عندنا مايلوبلاست، مايلوسايت، مايلوبلاست، برو مايلوسايت، مايلوسايت، ميتا مايلوسايت، باند فورم. فهي بنلقى الطور بتاع الميتا مايلوسايت حاصل فيه تضخم بيج باي جاينت. طيب نجي للبرنيشس انيميا. قلنا البرنيشس انيميا هي باعتبار ميجالوبلاستيك انيميا، لكن شنو كوز باي شنو؟ باي بي 12 ديفيشنسي، في الغالب ديو تو شنو؟ تو انتي بودي. طيب بيكون عندنا شنو؟ عندنا ليوكوبينيا، يعني كرة الدم البيضاء. في الميجالوبلاستيك انيميا بيكون عندنا بانسايتوبينيا، نقص في كرة الدم الحمراء، نقص في الليوكوسايت، نقص في الصفائح. طيب لكن الليوكوسايت بنلقى فيها هايبر سيجمنتد نيتروفيل زي ما قلنا، بنلقى في مايل جونديس، لانه زي ما قلنا الميجالوبلاستيك انيميا هي ما هي موريتيك انيميا، لكن في حاجه اسمها ان افكتيف ريسروبايوزيس. يعني شنو؟ يعني البومرو هايبر سيلولر بصنع، لكن اكشوالي بصنع زي ما قلنا بيلقى التصنيع مشوه فبكسره تاني. يعني دائما بضرب مثل كانه مصنع، ناس بيصنعوا في قلل او في ازيار من الطين، وكل ما يصنعوا ويكونوا شغالين بيصنعوا بيقول نعم مشوه فبكسروا تاني وتاني يبدي يصنعوا، فشغالين لكن نو برودكشن. عشان كده بنسميه ان افكتيف ريسروبايوزيس، فعشان كده لانه في ار بي سيز ديستركشر بيكون عندنا مايل جونديس. طيب بيكون في نيورولوجيكال مانيفيستيشن في شنو؟ في البوستيريال، في البوستيريولاترال سباينال تراك، اللي هو بيعمل لنا حاجه اسمها سب اكيوت كومباين ديجنريشن اوف سباينال كورد. سب اكيوت كومباين ديجنريشن اوف سباينال كورد، ودايما يجينا بجينا بشنو؟ بلور ليمب، بيظهر في اللور ليمب في الاول، بيبدا بنمنس بعد شويه ويكنس. فدايما احنا بنختبر الدورسال كولون تراك اللي هو البوستيريولاترال، الدورسال كولون تراك بنختبره بشنو؟ ب الفايبريشن سنس والتاتش الفاين تاتش وكده. فديل بيكونوا فيهم شنو؟ فيهم مشكله. فاي زول يعني عنده انيميا الام سي في هاي كويس، عنده لور ليمب ويكنس كويس، عملت له الفايبريشن سنس والفاين تاتش لقيتهم امبيرد، ده عنده مشكله في الدورسال كولون تراك، ده نتيجه في الغالب لبي 12 ديفيشنسي، بيعمل لنا حاجه اسمها سباكيوت كومباين ديجنريشن اوف سباينال كورد. طيب بيكون برضو عندهم شنو؟ بيكون عندهم اي الكولي هيدرا، نقصان في حموضه المعده، بالذات الناس اللي بيكون عندهم انتي بودي اجينس البريتال سيل، لانه بيحصل دمار للبريتال سيل، فبكون افراز الاتش سي ال بسيط. برضو زي ما قلنا ديل كانت ابزورب البي 12، وبكون عندهم لو سيرم بي 12. فبنعمل لهم فحص اسمه الشيلين تيست، الشيلين تيست، الشيلين تيست. يعني الفحص باختصار كده انه نحن بندي بي 12 راديو اكتيف، بي 12 راديو اكتيف بنديه بالفم، وفي نفس اللحظه بعد ما اديناه بالفم بنقوم نحقن العيان ببي 12 عادي. كويس؟ ليه؟ عشان البي 12 العادي ده يمسك لنا في كل الاماكن اللي هو بيمسك فيها البي 12، يعني نشبع الجسم بالبي 12. بندي انجكشن بتاع بي 12، بندي زي ما قلنا البي 12 الراديو اكتيف بالفم. كويس؟ فبعد ما نديه الاورال راديو اكتيف، اذا في انترنسيك فاكتور هيحصل بايندينج وهيمشي التيرمينال الالم، هيحصل امتصاص، هخش البلط، وفي البلط هيقوم يلقى شنو؟ البي 12 الاوريد عمل له انجكشن، عمل فيلينج لكل السبيس، فهيقوم يحصل له فلتريشن وينزل في اليورين. فنحن بنعمل كولكشن لليورين وبنعمل فود تشيك للراديو اكتيف بي 12، لو لقينا فيه منه كميه كويسه 30% او مور، اراوند 30%، فبيكون معناها التشيلين تيست از نيجاتيف، معناها الزون نورمال نورمال. لكن لو كان عنده مشكله في انتريسيك فاكتور هنلقى انه الراديو اكتيف بي 12 ما حصل له امتصاص، فده التشيلين تيست. لكن السي شبه اوبسوليت، يعني بقى قديم وما قاعد يستخدم كثير. طيب الفوليت ديفيشنسي، ده ما يخص كان الفوليك اسيد ديفيشن، البي 12 ديفيشنسي في الفعل ما يخص الفوليك اسيد ديفيشنسي، عايز انه يكون ديكريز انتيك، ديكريز في الانتيك، زي في حاله انه يكون الدايت بور. طبعا الفوليك اسيد موجود في
حاجات كتيره من ضمنها بعض الخضروات وكده. لكن لو الزول كان الدايت بتاعه بور بيكون عنده فوليك اسيد ديفيشنسي، او في حاله الايثانوليزم او الكحوليزم. الناس الكحوليك دائما اي الكحوليك بيكون عنده ديفيشنسي اوف بي 12 اوف فوليك اسيد. يعني لو جاك بيرسون وعنده هيستوري اوف كرونيك الكحول ابيوز وكان عنده ماكروسيتيك انيميا، ذيس از فوليك اسيد ديفيشنسي ديفينتلي، لانه الايثانول بيعمل فوليك اسيد ديبليشن، بيعمل نفاذ في الفوليك اسيد. برضه في حاله الانفاسي، لانه الانفاسي بيحتاجوا للفوليك اسيد. طيب أو ممكن المشكله تكون من الابزوربشن زي في حاله الانتستينال ديزيز، او من الدراكس، في دراكس بتعمل فوليك اسيد ديفيشنسي زي شنو؟ الانتي كونفولشنز زي الفينيتوين اللي هو مضاد للتشنجات او مضاد للاختلاجات، تشنجات طبعا، زي الانتي كونفولشنز زي الفينايتوين، او البيرس كنترول بيلز حبوب منع الحمل، او الكيموثيرابي. الناس اللي عندهم كانسر بياخدوا كيمو ثيرابي، دي كلها ممكن تاثر ليه في الفوليك اسيد. برضه انكريز لوس، بيحصل لوس للفوليك اسيد في الناس اللي بيعملوا هيموداليسيس. اي زول بيغسل غسيل كلوي اللي هو هيموداليسيس بيحصل له ديفيشنسي في الفوليك اسيد. او انكريز في الريكويرمنت زي ما قلنا في حاله البريجننسي، في حاله الانفاسي، النمو، في حاله الاطفال الصغار، فدي كلها بيحتاجوا لفوليك اسيد. او سمتايمز في حاله الامبيرت يوزنج زي في بعض الدركس بتقوم تعطل استخدام الفوليك اسيد زي الميثوتريكسات وكده، اللي هي بتعمل امبيرت في انه الجسم يقدر يستفيد من الفوليك اسيد. دي كلها بتؤدي لي لفوليك اسيد ديفيشنسي، وبتؤدي لي لشنو؟ لميغالوبلاستيك انيميا. طيب ده ما يخص الميغالوبلاستيك انيميا. زي ما قلنا هي بتدينا ماكروسيتيك انيميا. نجي لانظر نتريشنال انيميا، فيها ديكريز في البرودكشن، هي الايون ديفيشنسي انيميا. طيب ديو تو انكريز لوس اور ديكريز انجستشن. طيب لكن اولويز ناو دايز بالذات في اليونايتد ستيت المشكله دائما بتكون شنو؟ من انكريز في اللوس. يعني في الايام في ايامنا دي في او في الغدر القرن ال21 ده نادر ما يكون شنو؟ ديكريز في ال 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 ال, ال, ال الانجستشن. يعني الاكل كله بقى شنو؟ يعني فيه حديد وكده، وحتى المخزون بتاع الميل مثلا بيحتوي على مخزون بتاع 1 جرام، ونحن عارفين انه الحوجه بتاعت الانسان في اليوم 1 ملي جرام. يعني المخزون بتاعه ده هيكفيه 1000 يوم. يعني الميل الادلت ميل اللي ما عنده اي بلاد لوس لو قعد ما ياكل حديد هياخد 3 سنين، اللي هي 1000 يوم عشان يحصل له ايون ديفيشنسي انيميا. فعشان كده كونه يكون من ديكريز انتيك، كونه اكل يكون ما فيه حديد، دي شويه نادره بالذات في الدول المتقدمه. لكن دائما بيكون من الانكريز لوس، اي فقدان كرونيك بتاع بلط في الاخير هيؤدي لنا لايون ديفيشنسي انيميا. اني كرونيك بلط لوس ويل ليد تو ايون ديفيشنسي انيميا. طيب الايون ديفيشنسي انيميا مايكروسيتيك اللي هو عندها ام لو مين كوربسكولار فوليوم، وهايبوكروميك اللي عندها لو ام سي اتش او ام سي اتش سي. لكن احنا هسه حاليا بنحسب الام سي اتش، ام سي اتش والام سي اتش سي اولسو، لكن ام سي اتش والام سي في از موست كومنلي يوز. طيب ذا اونلي واي وي كان لوس ايون از باي لوزين بلط، بيكوز الحديد از ريسايكلد. احنا هسه الدم بتاعنا من الار بي سي 320 يوم شيء بيتكسر، الحديد بيطلعوه بيعمل له ريسايكل، فما قاعد يحصل فقد لحديد. شايفين دي السيركوليتين ار بي سيز شايله هيموجلوبين، بتجي في الريتيكول اندوثيليوم سيستم ستور اللي هو الحديد المخزن في هنا، بعد ما تتكسر كويس تاني بتحمل على الترانسفيرين كويس. في التبادل طبعا الكبد ذاته بيحصل فيها شنو؟ تخزين، وهي ذاته بتمدك بامداد تاني بيمشي للار بي سيز بتصنع جديد. ار بي سي بتصنع ايه؟ بتطلع الدم بتمشي لما تتكسر، بتمشي تتخزن في الريتيكول اندوثيليوم سيستم انكلودين طبعا الكوبيد والبومر وكده. بعد ذاك بيحملوا بالترانسفيرين، في جزء بخش بالانتستاين، يخش الجزء بخش بالانتستاين قلنا في اليوم 1 ملي جرام. لكن اغلبيه الحديد مدور شنو؟ في سايكل ريسايكل. فاي بلاد لوس بيؤدي لانه الريسايكل سايكل دي يحصل فيها شنو؟ خرق، فبيحصل لوس
للحديد. الحاجات المهمة في فحص الحديد انه نحن ممكن نفحص الحديد ذاته السيرم ايون، او ممكن نصحى على السيرم ترانسفيرين اللي هو بنقول لنا الحديد، وده دائما في نقص الحديد بيكون زايد. شوف سبحان الله، الحديد في نقص الحديد بيكون ناقص، سيرم ايون ناقص طبعا ديفينيتلي مع نقص حديد، لكن الترانسفيرين اللي بنقول الحديد لانه محتاجين لحديد فبقوم بيزيد، لكن بيكون شنو فارغ طبعا ما شايل حديد. طيب الفريتين اللي هو المخزون الدائب للحديد، الفريتين دي صوره بتاع تخزين حديد لكن سوليبل، بتكون موجوده في البلازما. بنعمل سيرم فريتين بنلقى له. الهيموسيدرين ده صوره بتاع التخزين بتاع حديد لكن انسوليبل، فبكون مترسب في التشوز، فده ما في طريقه نفحصه من البلازما، لكن لازم نشيل تشوز بايوبسي، نشيل من البومر ونشيل من الاسبلين، نشيل من الليفر ونسبغ بالايون ستين، بنشوف هل في فيه هيموسيدرين اور نوت. فدي الاربع فحوصات، سيرم ايون، سيرم ترانسفيرين، وسيرم فيريتين، والهيموسيدرين. طيب كلينيكالي الان في شين سالين بيكون في الادلت ميل اذا عندهم جي اي بلاد لوس، يعني الادلت ميل، الميل ده ما عنده حاجه بتفقد دم، لكن احيانا في الجي اي ايزر اسوفيال فاريسز او قرحه ليبتيك السر او ايفن سي اي كولون، مرات سرطان القولون بيعمل تقرحات وبيعمل الروجن فبتنزل لنا بلط، او سم تايمز في حاجه اسمها انفلاماتوري باول ديزيز، امراض القولون الالتهابيه اللي بيحصل فيها تقرحات مرات وحاجه زي دي. طيب في البري منوبوزال وومن، في الاناث المنستريويتين اللي هم من عمر 15 ل 50، ديل بيكون من المينوريه، زياده نزيف الدوره الشهريه. طيب في البوست منوبوزال وومن بيكونوا زيهم زي الميل من الجي اي لوس. شايفين الار بي سيز يا جماعه بتكون مايكروسيديك هايبوكروم، شايفين الار بي سيز دي فيري سمول اند فيري بيل، شايفين السنترال بيلر، احنا عارفين السنترال بيلر الحته الباهته في نص الار بي سيز تمثل تلت الار بي سيز فقط، مجرد ما يجينا الحته الباهته دي بقت اكتر من التلت معناها دي هايبوكروميك، ومجرد ما يجينا الار بي سيز القطر بتاعها اصغر من 7 ل 8 مايكرومتر او الحجم بتاعها اقل من 80 فيمتوليتر دي معناها هايبو، معناها مايكروسيتيك، يعني الار بي سي صغيره مايكروسيتيك، قيمه الهيموجلوبين فيها اقل اللي هي هايبو كروميك اللي هو بنعرفها بانكريز السنترال بلر. فهذه الصوره دي ظاهر انه فيها مايكروسيتيك هايبو كروميك بيكتشر، شايفين فيها هنا تير ار بي سي شكلها زي الدمعه، و يعني دي صوره تيبيكال بتاعت هنا في اللونجيتد ار بي سيز ماشيتك بفنسل شيب، دي كلها صوره بتاعت ايون ديفشنسي انيميا. طيب بنعمل السيرم فيريتين بنلقاه ديكريز، بنعمل الايون ستين اللي هو بسموه براشن بلو ستين، بتسبغ لنا الهيموسيدرين في التشوز، فده برضه تورينا مخزون الحديد، وده الديفينيتيف، ده التاكيد انه انا اشيل من البومرو واعمل الهيموسيدرين بالبراشن بلو، بسموه البيرز رياكشن، كويس بيرز رياكشن وبراشن بلو ستين، دي تأكيدية لأنه في شنو؟ في ايون ديفشنسي انيميا. شايفين؟ ده النورمال ايون يا جماعة، ده النورمال بومرو، لما نسبق الحديد شايفين كل الحاجات اللي لونها بلوش دي عبارة عن حديد. كويس؟ لكن في الايون ديفشنسي انيميا بيكون في الحديد ده ما موجود، بنلقى الناي احمر فقط، اوكي؟ بنلقاه اونلي ريد ويزاود بلوش. البلوش ده كله حديد، ده نورمال، لكن الناس اللي بيكون عندهم ايون ديفشنسي انيميا بيكون ما في اي ايون في البومبرو. نيجي للانيميا اوف كرونيك ديزيز، والانيميا اوف كرونيك ديزيز زي ما قلنا بتحصل في حاله الكرونيك انفكشنز او كرونيك اميون ديس اوردر، او في حاله النيو بلازما السرطانات المزمنه والالتهابات طبعا المزمنه، في حاله الليفر فيلير الناس اللي بيكون عندهم فشل في الكبد او فشل في الكلى برضه ممكن يحصل لهم انيميا الامراض المزمنه. طيب زي ما قلنا please remember this patient may very very much look like ايون ديفشنسي انيميا، but يعني الفرق بينه وبين ايون ديفشنسي انيميا يعني طبعا بنعمل السيرم ايون بنلقى برضه لو، لكن الفرق انه السيرم فيريتين والهيموسيدرين لما نسبغه بنلقى موجود، نسبغ البومر بنلقى فيه حديد، لكن السيرم ايون ناقص، السيرم ايون ناقص. طيب ده كله
يعني دلالة على انه في الانيميا اوف كرونيك ديس اوردر مخزون الحديد موجود لكن الجسم ما قادر شنو ما قادر يستفيد منه. يعني في مثل بيضربوا واحد من العلماء قال زي الشخص اللي يتوفى اللي بيموت من العطش في نص المحيط. فده نفس الحاصل في الانيميا اوف كرونيك ديس اوردر، انه المخازن كلها ملانه، النعم الاستينابل هيموسيدرين موجود، نقيس السيرم فيريتين موجود، لكن نقيس السيرم ايون ناقص، في حرمان من الحديد، الحديد ما قادر يطلع من المخازن نتيجه للحاله الالتهابيه. نجي للاي بلاستيك انيميا اللي هي بيكون في مشكله في البومرو، في عدم تصنيع في البومرو، اولموست اولويز بتعمل بانسايتوبينيا. اولموست اولويز بتعمل بانسايتوبينيا، كيف؟ لو بليتلت، لو وايت سيل، لو ار بي سيز، يعني انيميا ثرومبوسايتوبينيا ليوكوبينيا لازم بانسايتوبينيا. طبعا سم ار ايدوباسيك ما معروف السبب، بس اغلبيتها ريليتد للدراكس او للراديشن، يعني يا زول استخدم دراكس زي الفينور كلورو انفينيكول مثلا، الكلورو انفينيكول استخدامه وقفه سيستماتيكلي، يعني كحبوب او كانجكشن او كده ما بيستخدم، بيستخدم كشنو مثلا اي اويمنت يعني مرهم للعين لوكال، لكن سيستماتيك لانه اللي بيعمل بومبرو فيلير وبيعمل اي بلاستيك انيميا. عندنا الفانكوني انيميا از اونلي وان ذات انهيريتد اند نوت اكويرد، احنا عارفين انه كل اغلبيه الاي بلاستيك انيميا اكويرد، يعني حاجه مكتسبه، اي ايزر ايدوباسيك ما معروف سببها شنو، او تكون ثانويه، دي بسموها برايمري ايدوباسيك بسموها برايمري، او تكون سكندري نتيجه لدراكس، او زول اتعرض لراديشن كان بيتعالج من السرطان او وات ايفر. لكن في وحده عندنا انهيرتد هيل فانكوني انيميا. طيب اكت ات ستيم سيل ليفل اكسبت فور بيور ريد سيل ابليزيا. هنا في الابلاستيك انيميا المشكله في الستيم سيل، لان احنا عارفين انه الستيم سيل في الاخير بيحصل لها ديفرنشيشن وبتدينا ار بي سيز وبتدينا واي سيل وبتدينا بليتلت، فدائما في الابلاستيك انيميا وقت في نقص في الثلاثه دي معناها المشكله على مستوى الستيم سيل. الا لما نجي لحاجه اسمها البيور ريد سيل ابليزيا دي بلا، بيكون في مشكله في اللاين بتاع الار بي سيز فقط. شايفين يا جماعه الميجالوبلاستيك انيميا الابلاستيك انيميا من نعيل للبومرو هايبوبلاستيك، البومرو فاضي، شايفين صحراء فراغات، الخلايا فيه المفروض تكون اباوت 50% لكن هي اقل، شايفين الخلايا دي المفروض تكون 50% والفراغات دي 50% 50 50 السليولاريتي، لكن هنا في هايبو سليولار بومرو هايبو سليولار بون مرو. شايفين من الدراكس ممكن تسببها الكلوران فينيكول، في اذر انتي بايتكس، الكيموثيرابي عموما، الانسكتسايدز المبيدات الحشريه، و سم فيروسز زي البيشتن بار فيروس، سم هيباتايتس فيروس، فارسيلا زوستر فيروس بتاع الشنجلز، كلها ممكن شنو تعمل لنا اي بلاستيك انيميا. طيب عندنا حاجه اسمها مايلو فيسيك انيميا، مايلو فيسيك انيميا هي ار انيميا كوز باي ميتاستاتيك تيومر ريبليسنج ذا بون مارو اكستنسيفلي، يعني حاجه خشت دمرت البون مارو. وطبعا ما الا التيومر بس، مرات الامراض اللي بيكون فيها جرانيولومز، يعني ايزر جرانيولوما او تيومر عمل انفيجن للبون مارو، يعني حاجه جات دمرت المصنع اللي هو البون مارو، ايزر تيومر كانسر حصل ميتاستيز للبون مارو، او جرانيولوما ممكن يكون تبركلوزز ولا وات ايفر مش البومر برضه دمر البومر، دي كلها بنسميها مايلوفيسيك انيميا. شايفين بنلقى مرات نيوكليتد ار بي سيز واما تيور وايت سيل، بنلقى نيوكليت دي اسي نيوكليتد ار بي سيز، شايفين دي ار بي سيز اما تيور فيها نيوكليوس و دي اما تيور وايت سيل كويس، وعندنا هنا تير دروب سيلز، وزي ما قلنا ممكن تحصل لنا برضه في حاله الفايبروزيس انه يحصل ريبليسمنت بفايبروزيس في المايلو فايبروزيس. المايلو فايبروزيس بيكون التيبيكال بيكتشر بتاعته انه بنلقى تيل دروب سيلز، يعني بنلقى اغلبيه الخلايا شكلها زي الدمعه زي الدموع زي الدروب كويس، وبنلقى في اماتور ريد سيلز ممكن نلقى اماتور وايت سيلز، فدي بنسميها اليوكيروسوبلاستيك بيكتشر اللي هي بتظهر لنا في المايلو فيسيك من ضمنها المايلو فايبروزيس، ايزر انه البومر راح يحصل له ريبليسمنت بكانسر او بفايبروزيس او بجرانيلوما تشوس او وات ايفر.
كده هنا من الانيميا زي يشوف مع عكس الانيميا اللي هو البوليسايسيميا او بيسموها بالعربي زياده حمره الدم اللي هو بيحصل فيها انكريس في البرودكشن بتاع الريد بلاد سيلز. عندنا تو تايبس ريلاتيف وابسوليوت. الريلاتيف هي حاجه نسبيه، يعني مثلا شخص كان صايم ودي هيدريتد فكميه البلازما قلت فكميه الار بي سي هتزيد، لكن نسبيه كميه الار بي سي ما زادت، لكن النسبه بين الار بي سي والبلازما زادت فبالتالي ظهر الهيموجلوبين هاي. اي زول السجاك دي هيدريتد ممكن تقيس له الهيموجلوبين تلقاه 19 جرام 20 جرام يكون 130%، لكن مجرد ما عملت له ري هيدريشن الهيموجلوبين بيرجع نورمال، فدي بنسميها ريلاتيف نتيجه للهيمو كونسنتريشن. اما الابسوليوت فيها برايمري فيها سكندري. البرايمري بنسميها بوليسايسيميا رابرا فيرا، بيسموها فيرا بوليسايسيميا رابرا فيرا او بوليسايسيميا فيرا، دي برايمري، دي السبب من الستيم سيل. ستيم سيل فيها مشكله بتنتج لنا مور ار بي سيز من غير اي يعني سبب. ودائما يا من بنميز البرايمري من السكندري كيف؟ بنقيس الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين في البرايمري بيكون فيري لو لانه سبب من الـ من الـ من الستيم سيل، لكن السكندري بيكون في السبب خلى انه في زياده في الاريثروبيوتين. مثلا زول عايش في ارتفاع عالي هاي التيتيود، ضغط الاكسجين منخفض، فكل مره الجسم حاسب النقص بتاع الاكسجين فبيفرز لنا الاريثروبيوتين من الكدني بيمشي للبومرو بيخلي انه يصنع مور ار بي سيز. او في بعض الاريثروبيوتين تيومر، في بعض التيومرز في الكدني وكده ممكن تفرز لنا الاريثروبيوتين ويعمل لنا كده. او مثلا زي الاريثروبيوتين دوبين في السليب ابنيا، الناس اللي بيكون عندهم ابخناج بيتخنق بالليل بيكون نايم وبيحصل له ارتخاء في عضلات اللسان فبيقفل الحلق وبيتخنق، وممكن في الليل الواحد يتخنق اكثر من 100 مره. فده كله بيؤدي لانه شنو؟ لانه الجسم يحس بهايبوكسيا اللي هو الكدني بتقوم تفرز لنا شنو الاريثروبيوتين فبيدينا مور ار بي سيز. زي ما قلنا البوليسايسيميا ريبرافيرا او البوليسايسيميا فيرا هي واحده من المايلوبروليفريتيف ديزيز. نحن قلنا المايلوبروليفريتيف ديزيز هي امراض زياده تناسل او زياده تصنع البومور، انه البومور بيكون شنو؟ هايبر بلاستيك، بيحصل فيه هايبر بليزيا. امراضهم اربعه، واحد البوليسايسيميا ريبرافيرا البوليسايسيميا فيرا، اثنين الكرونيك مايلويد ليوكيميا، ثلاثه الاسنشال ثرومبوسايتوسيميا، أربعة المايلوفايبروزيس. ديل هم اللي بنسميهم مايلوبروليفريتيف ديزيز. واحد بيصيب الار بي سيز بوليسايسيميا ريبرافيرا، واحد بيصيب الهوايت سيل كرونيك مايلويد ليوكيميا او سي ام ال، واحد بيصيب لنا البليتلت بنسميه اسنشال ثرومبوسايتوسيميا، واحد بيحصل فيه تليف في البومر بنسميه مايلوفايبروزيس. شكلها مرات في البوليسايسيميا ما بنلقى الار بي سيز بس الزايده، بنلقى مرات معاه شنو؟ الهوايت سيل والبليتلت، لان المشكله في الستيم سيل، المشكله اصلا في الستيم سيل. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and reply immediately. Thank you very much for your listening.